قررت وزارة التربية والتعليم تأخير بدء الفصل الدراسي الثاني من 1/2 إلى 20/2. هل أنت مع أم ضد القرار؟ يعني أنا مع وضد، يعني مع هالبرد، مع إنه الطلاب يتأخروا شوي، بس يعني لو قدام أونلاين لا، لأنه الطلاب يعني الأفضل إنهم يداوموا بالمدارس. أنا ضد كل هذه القرارات وضد أي عطلة بهذا المواسم. الله يرحم أيامنا، إحنا كنا نروح وانصنعنا وتعلمنا على الجلد وعلى الصبر. إحنا عم نطلع جيل بايظ ناعم، ما بعرف كيف بدي أوصفه بالصورة هاي. لا ضد القرار، عشان كل هذا بيعطل مسيرة التعليم وبوقف نمو الأطفال بتبكيرهم، بصير تبكيرهم بس باللعب وبس وبالإنترنت وبالببجي والشغلات الثانية، أما المدرسة ما بلتهوا إلا بدراستهم. لا والله أنا ضد القرار. يعني بالنسبة للطلاب المفروض يبدأ الفصل في 1/2 حتى ينهوا في شهر 6، وتكون عندهم عطلة صيفية كافية اللي يبدوا فيها عام دراسي جديد. هلأ تأخيره ل20/2 ما رح يغير ولا شيء بالوضع الآن، ومجرد أنه بأخرهم في الفصل الدراسي الثاني كمان 3 أسابيع أو شهر، وبالتالي بتقصر العطلة الصيفية عليهم الطلاب وبدون أي فائدة. يعني ما شايف فيه منها جدوى. يعني ضد ومع بنفس الوقت. هلأ ضد لأنه الأطفال هلأ حاليا ما تعلموا، ما أخذوا المراحل البيسك، ومع لأنه حاليا ما في منظومة صحية صحيحة للأطفال. يعني الطالب بدخل وبطلع لا بتعقم ولا بلبس كمامة صحيح، تدخل عليه على الصف تلاقي الصف وسخ، الدروج وسخة. فبصراحة يعني الواحد احتار. أنا ضد القرار، ضد القرار لأنه هذا التأخير كله قاعد بروح من يعني نجي نحكي من وضع الطلاب التعليم الأكاديمي. هلأ إذا إحنا يعني حكينا أنه بده يصير فيه تأخير للقرار فقط لعشرين الشهر يعني وحفاظ على سلامتهم، أنا مع. لكن إذا مين بده يضمن لنا أنه هذا القرار رح يستمر بالتأخير بعد 20 الشهر؟ هون المشكلة، في فاقد تعليمي مخيف عند الطلاب. حاولنا إحنا كمعلمين نعوض هذا الفاقد التعليمي خلال الفترة الماضية بالتعليم الوجاهي اللي إحنا سوينا فيه، لكن إنه اللي صار إنه كل مرة التأخير بده يصير هذا ما رح نضمن إنه يوقف بس لعشرين الشهر. إذا كان بس لعشرين الشهر وحفاظ على سلامة الطلاب إحنا مع هذا الحكي. بررت وزارة التربية والتعليم إنه تم التأجيل حفاظا على سلامتهم من أوميكرون بالإضافة إلى حفاظا على التعليم الوجاهي. بتحس إنه هذا مبرر؟ لا مش مبرر، لا هذا حرام. يأخذوا إجراءات السلامة العامة وينطلقوا على باب الله ويروحوا يدرسوا. أما نعلم النياطة مش تعليم، بطلنا تعليم، بطل تعليم. لا مش مقنع. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. كل واحد الأعمار بيد الله، والمرض والهذه كلها بيد الله، الوقاية خير من العلاج. هلأ بالنسبة لكوفيد-19 يعني مش باين انه امتى بده يخلص، يعني وبالتالي يعني 20 يوم زيادة ما رح يغيروا شيء بالموضوع. يعني بعد 20 يوم رح يبدأوا الطلاب ويبدوا يتجمعوا كمان مرة بالمدارس وبالصفوف ويرجع أوميكرون ينتشر. فمن أولها بداوموا بالموعد المحدد وباخذوا احتياطاتهم، بطعموا الطلاب، بعملوا فاكسين تطعيم، وبلبسوا كمامات وبعملوا تباعد داخل الصفوف. فما رح الأسبوعين 3 يغيروا بشيء من الانتشار. بتحس انه هذا القرار رح ينعكس سلبا على الطلبة؟ نعم، حينعكس على شخصية كل طالب، وكيف بده يعتمد على نفسه، كيف بده يصير رجل، وكيف بده تعتمد الست على حالها، البنت على حالها. هذا إشي اسمه نياطة. انت انا بنعلم جيل نايط، بدنا نطلع جيل نايط بايظ.